للأشخاص اللي يحبون يدعمون القناة، رابط البيترون موجود تحت في الوصف، وراح يكون في أشياء حصرية تكون هناك. راح أجاوب على كل شخص يكون موجود في البيترون، يمكن راح نعمل لايف يكون حصري للمشتركين في البيترون، فيمكن يكون في هدايا وأشياء ذي. لكن هناك راح نكون قراب من بعض أكثر، خصوصا هنا في اليوتيوب زادت التعليقات وصرت أواجه صعوبة في الإجابة على جميع الأسئلة. السلام عليكم، أهلا فيكم في فيديو جديد ما تحتاج مليني، خلصنا منها. نجي معاكم على الجميلة دي، وهذه الجميلة برضو AirPods Pro AirPods Max. راح نتكلم لكم عن Special Audio. بعض الأشخاص يخلطون بين 3D Sound 3D العادي اللي في جميع الأجهزة موجودة هنا وموجودة في AirPods العادية، وبين Special Audio. شو الميزات وش الفرق؟ 3D Sound عادي، تشغل التلفزيون أو أي شيء وتلبس السماعة وتحس الصوت في المحيط اللي يكون عندك 3D. سبيشال اوديو هذا ستيب ثاني، نقدر نقول بطلع لكم كذا باختراعها 3D بلس مثلا، ان البوزيشن حقك راسك مثلا، تحريكه راسك تتاقلم مع الصوت اللي راح يطلع لك. مثلا انا جالس اكلم شخص، ومثلا واحد يميني قاعد يسولف، واحد يسار قاعد يسولف، انا بحركه راسي يطلع الصوت افضل. مثلا اثنين يسولفون هنا في الواقع يعني مش في التسجيل، افر راسي اسمع الصوت اقوى من هنا بدل ما اسمع من جهه واحده، افر راسي لحق الشخص الثاني يطلع الصوت اقوى من هنا، نفس الحركه. سبيشال اوديو ذي تتاقلم مع حركه راسك، راح نشوفها لكم الحين كيف نفعلها وكل شيء. كبدايه عندي برنامج هنا اسم البرنامج سبيشال ابلس. البرنامج ميزته راح يعلمك بس على طريقه استخدامك ل 3D ساوند لحق سبيشال اوديو اللي موجود. يعطي العافيه اخوي صالح الكناني، هو اللي كلمني عن البرنامج، هذا حسابه في تويتر مثل ما تشوفونه. طيب كبدايه نشبك على السماعة، تبي تستخدم الايربودز ماكس او الايربودز برو كيفك انت. نلبسها، نضغط على الصوت هنا، نشوف سبيشال اوديو مثل ما يشوف تحت اون مكتوب. افضل انك تشغلها بس وقت برامج مشاهدة الافلام تكون تدعم 7.1 او 5.1 او دولبي اتموس، راح تدعم لك سبيشال اوديو. نضغط هنا، هذا حين نويز كونسوليشن مشتغل. انا بما اني بسولف معاكم فبطفيه، انا افضل انك تشغله عشان تسمع الصوت بذاك الوضوح، فطفيت انا. نفتح لكم البرنامج، الجهاز موجود عندي هنا، فتحت البرنامج. الحين انا جلس اسمع الصوت، شوفوا البوزيشن حق راسي، السماعة هذه فيها جيروسكوب، حركة راسي تتحرك مع نفس الشخص من ما يشوف، شوفوا كيف؟ هذا كله من الجيروسكوب اللي موجود هنا، السماعة الثانية مش موجود الشيء. شوفوا الصوت المطر وين موجود؟ جهة عيني اليسار او جهة راسي اليسار، فلو فر هنا اسمع الصوت اقوى من ذل. شوف الصوت كان ذي الجهة، صوت المطر، صوت المطر خفيف من هنا، لكن لو فريت راسي كذا صار في الوسط، الصوت يجي من الجهتين. لو افتر مرة ثانية بفتر معك كذا، صوت المطر صار اقوى من هنا. فذي الحركة انك انت تفتر تعيش داخل وبحركة راسك مش بس 3D. لو بشوف اللي فوق مثل الموج او شيء اللي موجود فوق، لو برفع راسي كذا جهة اليمين اللي هو بالعكس جاي هنا، أحس بالصوت، صوت الموجات أعلى من ذي الجهة. لو بنزل مثل ما نشوف الموسيقى مثلا هنا راح تكون، أقدر أحركها من نفس البرنامج طبعا، أقدر أحركها وأخليها مثلا هنا، أقدر مثلا المطر الحين هنا أقدر أودي الحين صوت المطر جاي من جهة اليسار، أبي أحوله جهة اليمين، شوفوا كيف الصوت زاد هنا الحين كنا 3D يعتبر، بس بدون حركة راسك. تبيها بسبيشال اودي تحرك راسك. طيب هذا الحركة نفسها كيف تعيش يعني انتم ما راح تحسون فيه، بس اوريكم الميزات اللي موجودة هذه. شوف حركة راسي كيف برضو في نفس الجهاز. نشوف لكم مقطع ثاني، نشوف هنا نفس الحركة تعتبر، بس اقدر اضغط بلس هنا احط لكم مثلا صوت الريح هنا، اقدر اكنسل شيء مثلا هذا قربه صوت المطر، هنا ابعد شوي الهواء خليه، لا في 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 اشياء. الابتسامة تعرفونها كيف، لا اول مرة تسمع الشيء كيف، شو صارت يسار
صوت الهواء قربته كثير يم ابني. ابني اليمين صوت هواء قوي عليها. صوت الهواء اوكي صوت الهواء هنا جاي اقربه. اروح حق المطر. شي كان المطر هنا قام يفتر معي شوي. لا لا سحر. خلني اشوف شيء ثاني. في اشياء كثيره هنا طبعا. البرنامج مجاني 3 ايام وتقدر تشتري انت بكيفك. لكن هذا بس يعطيك انطباع حق الافلام كيف راح تستخدمها. نكنسل الصوت هنا اوكي. باين ان الصوت جاي لي من ذي الجهه. بس لو رفعت راسي صوت طقات الجرس. في صوت الطير. خلينا نقربه نزله تحت. جيبه هنا. صوت الطير ذي الجهه جاي. خل اقربه عندي. قرب كثير. الصوت قام لا ازعاج. صوت الطير. طيب نشوف هنا. صوت ما ادري شو يسمونه ذا. هذا صوت صوت الشلال. قربنا كثير. جاي هنا بالضبط على ابني. خل انزله وخليه هنا علشان ايوه بالضبط هنا جاي. صور في الوسط هنا الحين يمين اكثر. احس الشلال من هنا جاي. فلو انك في فيلم في صوت شلال بيكون جهه اليسار على حسب المخرج كيف سواه اخراج الفيلم. لكن انك تتحرك ويتم في نفس الجهه تحس انك عايش داخل في الفيلم معاهم. صاير هنا. طيب نفتر على صوت. خلنا بعد هذا الصوت نجيب لنا صوت او ازعاج قوي. ف نشوف لنا اوكي صوت الضفدع. السلام عليكم. تحس سحر. طيب هذا الفيديو كامل بس بعلمكم كيف مثل ما قلت لكم على حسب الافلام اللي راح تسمعها الموسيقى الاغاني ما ادري كانت بتخش داخل اغنيه تدعم لك ذي الشيء ما ادري. لكن حركه ممتازه مثل ما قلت لكم. نقدر نقول 3D بلس الاشخاص اللي صحيح يحبون سوني سماعات سوني مثلا ويحبون الصوت لازم يعجبهم ذي الشيء. اذا لا يحبون الصوت كل شيء ما يعجبهم ذي الشيء فلا تصير مطبل اوكي. شيء حلو شيء جميل شيء نتمنى الشركات الثانيه كلها تدعمه شيء نتمنى يكون ستاندر في جميع الانظمه مش بس ابل. الحين موجود هذا بس في حق الاي او اس. نتمنى يكون موجود في جميع الاجهزه في المستقبل. في جميع التلفزيون في الاشياء دي. طبعا التلفزيون مستحيل ما في اختراع الحين انه يكون بس في التلفزيون او في السينما. لازم يكون شيء على راسك عشان تتكلم. يمكن يحطونه في المستقبل مثلا يكون في التلفزيون لايدار. لا بعد لايدار بنظر الحين بيقولون لا ما نبي غير اللي يحبون اندرويد. يكون في تايم اوف لايت مال سامسونج اللي تشيله وتحطه تشيله وتحطه اوكي يكون حلو. ما ادري مستحيل يصير في ذلك خط واحد اللايدار يصير اكبر. المهم يكون في مثلا ليزر موجود هنا يشوف الشخص اللي موجود او يتبع النقاط حقه وحق وجهه مثلا وين موجود فحركه وجهه يقدر يتعامل معاها. لكن اذا طمرت المهم فهمتوا الحركه افضل لكن حلوه. اذا كنا نعرف 3D هذا ستيب ثاني بالنسبه لي 3D وزياده عليها. مثل ما نعرف 3D حق الافلام الحين نزلت مثلا 4D انك مثلا تحس بالشيء والحركه وكل شيء بخراطيش ولا شيء في السينما بعض انواع السينما. كنت رحت مره في لوس انجلوس في يونيفرسال ستوديوز اذكرها في هناك سينما 4D وحركات يعني بس انه دي حركه حلوه. هل كويسه؟ ارجع اقول لكم ممتازه جدا. الاشخاص اللي ما جربوها لازم يجربونها بعدين يحكمون. الاشخاص اللي يحبون الصوت صح ويشوفون اي شركه عشان الصوت والحركات دي راح يحبونها كثير. مثل ما قلت لكم ابل تي في حق الافلام تدعم ذا الشيء. اي برنامج واي صوت يكون 7.1 او 5.1 او دولبي اتموس من السماعه هذه. وهذه السماعه تدعم الدولبي اتموس.
فهذا الشيء اللي دعمها. بس في نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناة واشتراك في حسابي في سناب شات، شرف اضافتكم، عمل لايك للمقطع ونشر المقطع، ولا تنسون يفضل دعاكم. السلام عليكم.